السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. They will deal with muscle remodeling. Our objective: discuss muscle remodeling, causes of muscular hypertrophy, outline muscle atrophy and its causes. مرة نيجي للريمودلينج of the muscle to match its function. العضلة بتتحور من نفسها وشكلها عشان تتناسب مع وظيفتها. أول حاجة في الريمودلينج المسل لينس، هل العضلات بتطول؟ بالنسبة اللي بتلعب عقلة وتعمل ستريتشنج ده، كل ما اعمل مينتيند ستريتش وستريتش كتير للمسل وافردها هيحصل لها زيادة في النمبر اوف ساركومير فيها، يبقى ده ريمودلينج. المسل لينس ممكن يزيد بالمينتيند ستريتشنج للمسل فترات طويلة، سبيشالي بقى في ايه؟ في فترة ما قبل البلوغ، قبل اليونيون بتاع البون، كل ما اعمل استريتش اديله. فعشان كده نقول لك الطفل بيلعب عقلة واستريتشنج عشان يطول، تمام؟ ده لينس. المسل هايبرتوفي، هايبرتوفي تضخم، مسل تريننج يعمل هايبرتوفي. اللي بيعمل اكسرسايز بيقول لك بقى ده بقى له بقى مجانس كده وعضلات والكلام ده، جت منين دي؟ اهو عمال يترند ترند كل انواع، عمال يدي كل الاكسرسايز زي ما انتم شايفين كده، فيحصل له هايبرتروفي. هايبرتروفي يعني ايه؟ يعني العضله زادت في الحجم. ايه اللي زاد؟ زادت في السكنس، تمام. كمان زادت في المايو، عدد المايو فايبر اللي جواها كمان، وزادت في الانرجي سورس الاي تي بي والكرياتين فوسفيت سورس. طب يبقى يحصل لها هايبرتروفي. طب لو العيان ده بقى اسيليتيك ومستمر ومداوم على الاكسرسايز زي ما انتم شايفين كده، اللي يحصل برولونجد اكتيفيتي، لا ده الدنيا هتتطور كمان ويزيد عنده الميكلوبين جوه المسل، ميكلوبين كونتنت، كمان يزيد الاكسيديتيف انزيمز في الميتوكوندريا، تزيد الاكتيفيتي بتاعتها، كمان يزيد الجروث اوف كابيلاريز، البلاد سبلاي يبتدي ينمو ويحصل انجيوجينيسيس ويحصل بلاد سبلاي، الكابيلاري تزيد في العدد والحجم عشان توميت الحجم ده عمال يكبر في الحجم، فلازم البلاد سبلاي تزيد معاه. طيب تفتكروا بقى الكاردياك هايبرتروفي لما الهارت يكبر في الحجم، ده حلو ولا وحش؟ لا، الكاردياك هايبرتروفي از فيري دينجرس. ده حتى يقول لك ده عنده تضخم في القلب، يا حرام ده تضخم في عضله القلب. طب مش المفروض ان المسل هايبرتروفي لما تكبر ده شيء كويس؟ امال في الهارت وحش ليه؟ يقول لك لان الريت اوف جروس في الكاردياك مسل نوت بارالل تو الجروس في مين؟ في الكابيلاري. الكابيلاري جروس اقل بكتير من المسل فايبر جروس، يبقى المسل عماله تكبر لكن البلاد سبلاي والكابيلاريز ما بتكبرش بنفس المتواليه، مش بنفس النسبه، فيبقى نو ماتشنج بتوين بلاد سبلاي اند سايز اوف ذا هارت، يعمل لي سكيميا، يبقى في نقص في الامداد الدموي، يعمل ضعف في عضله القلب، يبقى الكاردياك هايبرتروفي مش حلو خالص، ده وحش، مش جود، مش زي بقيه عضلات الجسم. عكس الهايبرتروفي اتروفي. اتروفي هو زي ما احنا شايفين كده ضمور في العضلات. امتى يحصل اتروفي؟ ديكريس في المسل سايز. قال لك يحصل الاتروفي لو حصل ليجن في النيرف سبلاي بتاعها، ما عادش فيها نيرف بيغذيها، العصب اتقطع زي اللي عنده في حادثه، زي اللي عنده شلل الاطفال، تلاقي العضلات ضمره كده وصغيره ونحيله خالص لانها لا تستخدم. كمان ممكن يحصل نتيجه الديسيوز اتروفي. ديسيوز وقفته فتره، شفتوا مثلا واحد مكسور وحط رجله في كاست في جبس فتره طويله 3 شهور مثلا، يجي يفك الجبس تلاقي الرجل اللي كانت متجبسه حجمها ارفع والعضلات ضمره، يقول له روح بقى ارجع اعمل تريننج، روح اعمل فيزيوثيرابي، علاج طبيعي عشان ترجع تاني. يبقى البرولونجد ماسكولار ان اكتيفيتي زي الرجل المكسوره الفراكشر لمب اللي اتحطت في كاست بلاستر، هتبقى هيحصل فيها ديسيوز اتروفي بس ممكن ترجع تاني. المسل اتروفي نتيجه الان اكتيفيتي بيعدي بمرحلتين، مرحله اسمها انيشال اتروفي، اول يومين كده تقل البروتين سينسز، بعد كده يبقى فرزر اتروفي بقى كومبليت ريدكشن في البروتين سينسز والمسل هتبتدي تقل. طب الاتروفي ده نوت بيرمننت يعني ايه؟ يعني عمال طول ما انا ما وصلتش لمرحله معينه، لو عملت تريننج تاني، لو عملت تريننج العضله هترجع تكبر في الحجم لانها يزيد في الثيكنس ويزيد الماي فايبريل ويزيد الاي تي بي والكلام ده، لو قعدت تعمل لها استيميوليشن وتريننج. عشان كده اللي عنده مثلا شلل في العصب الوجهي بيودوه يعمل فيزيوثيرابي، مش عشان العصب الوجهي يرجع، لا عشان المسل بتاعت وشه ما يحصل لهاش اتروفي، تشتغل عليها باستيميوليشن لحد ما العصب يرجع تاني، تمام. الناس اللي عايشه في الفضاء، رجال الفضاء السبيس فلايت،
ما فيش اي تراكشن على العضلات، دول لازم يعملوا اكسرسايز والا هينزلوا عضلاتهم كلها دامره. تمام، يبقى مهم قوي ان انا اعمل تريننج للعضله عشان الاتروفي ما يبقاش بيرمننت. طيب الرياكشن اوف ماسل تو دينرفيشن، دينرفيشن يعني ايه يا اولاد؟ يعني كاتنج في نيرف سبلاي. العضله يحصل لها ايه بعد ما تقطع النيرف سبلاي؟ اكيد يحصل لها اتروفي. قال لك بيحصل لها حاجه اسمها فلاسيد باراليسيس. باراليسيس يعني شلل، فلاسيد فلاسيديتي يعني ايه؟ طريه كده سايبه ما فيهاش تون، لان المصل ما عادش فيها تون وما فيش فيها فولنتري موفمنت، فتبقى فلاسيد. يبقى الموفمنت بتاعتي فقدتها، ما فيش فولنتري موفمنت، ما فيش تون، فالعضله تبقى فلاسيد. يحصل لها بقى اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو ايه؟ اتروفي. يحصل لها اتروفي في المصل. طب الاتروفي ده بيحصل من شهرين لاربع شهور بعد كاتنج النيرف سبلاي، لو انا ما عملتلهاش اكسرسايز تريننج، ما عملتش مساج، ما عملتلهاش ستيميوليشن بالالكتريكال اكتيفيتي وفيزيوثيرابي والكلام ده، ودنه فتره طويله، المصل دي يحصل لها بيرمننت اتروفي. ادي الاتروفي، المصل دي تبقى ريبليسد بايه؟ تتحول لفايبرس تيشو. لو اتحولت لفايبرس تيشو خلاص ما حدش حتى لو النيرف سبلاي رجع تاني ما عادتش هتشتغل. عشان كده اللي عنده عصب في مشكله زي الفيشيال بولسي، الشلل الوجهي والكلام ده، بيعمل فيزيوثيرابي، مش الغرض منه ان العصب يرجع، الغرض منه تو مينتين الماسل بالك، تو مينتين الماسل فايبر، ما يحصل لهاش فايبروزيس لحد ما يرجع تاني النيرف سبلاي بتاعي. ستي بوزيتيف، بيتر دايز ار اون ذير واي. ثانك يو.